اختيار التأمين الإجباري للمرات عشان ما يعرض لها مدير التأمين المعاملات الأهلية. علي سليم رئيس مصلحة العرض الصحي بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة كلمين مدنون، واليوم استجابة للدعوة ديال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلمين مدنون لحضور الاجتماع العادي الثاني، فمثلنا المديرية الجهوية وكان لنا فرصة تقديم واحد العرض حول المشروع الملكي ديال الحماية الاجتماعية، اللي هو واحد المشروع مهم وهيكلي، وكذلك تحدثنا من خلال العرض على الأسس ولا المرتكزات ديال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، اللي هو أحد المداخل وأحد المرتكزات ديال الحماية الاجتماعية، اللي هم من طبيعة الحال سواء الحكمة، عمل على الحكمة ديال المنظومة الصحية، كذلك تحسين ظروف ديال الشغل ديال الموارد البشرية، بالإضافة إلى تأهيل العرض الصحي ورقمنة المنظومة الصحية. وفي الختام تحدثنا على العرض الصحي الجهوي وعلى أهم المؤشرات الصحية، وكذلك المشاريع اللي هي في طور الإنجاز، خصوصا المشاريع ديال البرنامج التنموي لتنمية الأقاليم الجنوبية اللي وقع عليه صاحب الجلالة بمدينة الدخلة، وكذلك المشاريع الجديدة اللي كتحظى بواحد الدعم ديال صاحب الجلالة وديال السيد وزير الصحة، اللي هو بناء مستشفى جامعي بالجهة وكذلك كلية للطب. فهذا هما أهم الأمور اللي تناقشت في العرض ديالنا. وشكرا. محمد مصطفى بن الحاج، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قلمي مودنون. اجتماع اليوم يأتي في إطار انعقاد الدورة العادية يعني الثانية برسم سنة 2022. جدول أعمالها يعني تضمن نقطة يعني حول حماية المنظومة الوحية بالجهة، حيث تقدم ممثل الإقليمي لمؤسسة لونزو بكلميم بعرض مفصل حول مجالات تدخل الوكالة على الصعيد الوطني وأيضا على الصعيد جهة كلميم مدنون والمشاريع التي تم إدراجها بالأقاليم الجهة، أيضا بمجالات الشغال هذه المؤسسة سواء من حيث حماية المنظومة الوحية وتأهيل العنصر البشري في مجال حماية الواحات، وأيضا في الحد من مخاطر الحرائق التي تشهدها المناطق الواحية على صعيد الجهة بين الفينة والأخرى، سواء بواحة تغرجيجت أو واحة أسرير ومؤخرا واحة قصر أسن. زين؟